أنطوان طنوس الخبير التكنولوجي الذي يختاره برنامج ديجيتال مونتي كارلو الدولية ككل عام، خبير العام والخبير التكنولوجي الذي يقوم دائما باختيار المسار الصحيح للتكنولوجيات في العام الذي يقبل. واليوم أستضيفه، أهلا بك أنطوان طنوس في ديجيتال، لنتعرف على ما هي أبرز التقنيات في مسار هذا العام، عام 2021. أهلا بك أنطوان. صحيح، أهلا بك نيلة، شكرا لك مثل العادة وشكرا لمونتي كارلو. بالمسار التكنولوجي اللي بسميناه نحن الصحيح ل 2021، اللي هو بتحدده الماركت كونديشنز، نحن متجهين لتكنولوجيات الغير متوقع كنا مثل ما نقولها بالسنوات القليلة السابقة، ولكن السنة هيدي رح نشهد فيني اقول كونتينيوس تكنولوجيز لل 2020 من شهر 3 تقريبا، يلي هي بتتضمن منها، حقولهم انا على السريع لانه موضوع كثير كبير نيلا، الامن السبراني، التقنيات الافتراضيه اللي نحن عم نشهد عليها بكثره مؤخرا، الاتمته يعني الاوتوميشن، شفافيه المستهلك يلي عم بيكون فيها حرب دوليه بالموضوع خصوصا بيوروب وفرنسا، شفافية المستهلك، التعاون المستهلك بمعنى تجارة التجزئة المتقدمة، هي Advanced Technologies Retailing، لهالسبب أغنى أغنياء العالم صاروا أغنى أغنياء العالم بهالطريقة هيدي يلي هي بهالتكنولوجي هيدي. هلا هاو النقاط اللي عم بحكي عنهم هن الأساس بتغطية 2021 بمعاني التكنولوجيز الكبرى يعني اللي حتخطيها او حنشهد عليها ب 2021. إذا من هنا أنطوان طنوس، هل لك أن تحدد لنا ما هي يعني النقاط الأساسية في هذه التقنيات؟ طبعا بالتقاسيم اللي احنا حكينا عنها نيلا، اول شغله رح نشهد او عم نشهد على موضوع الايروسبيس تكنولوجيز، طبعا من الصواريخ ووجود الانسان بالفضاء، شغله جدا مهمه بالسنوات المقبله، والتركيز عم بيكون هلا حاليا مش بس من شركات الفضاء اللي خاصه بالدول، ولكن من الشركات الفضاء التجاريه عم يتجهوا لهونيك لاسباب عديده، ومنها ساتلايت انترنت او انترنت ساتلايت اللي هو حيكون منتشر وين ما كان، وحيغطي على كل التكنولوجيات ومنها مثل ما كنا عم نحكي عن ال 5G وحتى 6G الى اخره، توصلي محل ما بدك بهالتقنيه هيدي. بالنقطه الثانيه اللي بدي اتجه فيها انا اللي هن الناس ما كثير عم بيسمعوا فيها، هي شيء اسمه ايدج كومبيوتينج، يلي هو عناصر الحوسبه مع عناصر التخزين عم بيكونوا موجودين قراب لبعض او بنفس المكان حتى يكونوا قراب للمستخدم، لانه اسرع حتكون التكنولوجي وأذكى، وحتلبينا بالإنترنت أوف ثينجز اللي هو نحن منتظرينه كمان صلنا سنوات، كل سنة بنقول لحظة السنة الجاية، لأنه عناصر الحوسبة الحقيقية ما اكتملت برأيي الشخصي، رح تبلش تكتمل بالمسار الصحيح اللي نحن شدنا عليه من وراء كوفيد 19 لسوء الحظ، اللي عم بيعملوا شيء اسمه ناروينج لهالتكنولوجيز لنوصل لشيء اسمه Extended Reality. إذا بتلاحظي كل العالم هو يعني بحاجة نيلة للExtended Reality لنقدر نشوف نحن ببيوتنا كيف حنشتغل، كيف حنقدر نعمل Operations، كيف الشركات الكبرى رح ترجع تقول أنا عايزي أنه يكون عندي موظفين أو ناس تشتغل، وبنفس الوقت كبر الأوبريشنز تبعتي التجارية طبعا حتى تكون موجودة بالأسواق منتشرة أكثر. لا ننتقل لشيء اسمه Human Augmentation، نقول على التعليم، الـ Virtual Reality إلى آخره. التعليم كانت مشكلة كبيرة، ما بدنا نقول بس بالدول العربية أو بلبنان أو بالعالم كله سوا، في مشكلة لأنه الـ Augmented Reality وقت حكينا فيها قالوا لا أنطوان أنت عم تحكي غلط، هي بموضوع أنه كيف بدنا نحن ننتقل أو نكون أكثر وجود متطابق مع الوجود المستخدم حتى نوصل له الفكره، او نقدر يكون عندنا انتاجيه. ما كان عم بيكون في انتاجيه بهالموضوع ابدا، لانه عم تحسي في سبيس. تخيلي سبحان الله الهيومن انتجريشن قد ايه مهمه نايله بهالموضوع.
وفيني اقول باخر بوينت او نقطه هي الارتفيشال انتليجنس اللي هي اكبر محور واهم محور مش بس كانالست انا ككل الانالست بالعالم هي موضوع الذكاء الاصطناعي لانه هو عم بيكون نقطه التواصل ما بين كل مسار التكنولوجيز بالعالم حاليا ومنها سيرش انجنز يعني ما كل الناس صارت تعرف جوجل امازون الناس ما بتعرف انه امازون هي اللي بتسيطر على معظم الارتفيشال انتليجنس بالعالم بمعناها انه بدنا نشوف استاذ جيف اذا منتجه حيكون اهم من ايلون ماسك بالثروه الماليه حينفسوا بعض هدول الشخصين حيضلوا نفسوا بعض يعني عم تلاحظي ايروسبيس انجينيرينج او تكنولوجيز وريتيلينج ومش بس ريتيلينج عم نلاحظ انه كمان الارتفيشال انتليجنس هاو ثلاث اشياء عند هاو الشخصين هلا حاليا هلا بعدين ما بعرف شو بصير او مين عم يشتغل على الموضوع رح ندرسها ولكن هيدول هن محور الاساس باول 8 اشهر تقريبا من 2021 رح تتجه اكثر واكثر حتى نشوف كيف بدأت تروق الاسواق وسياسات العالم واهم شيء كوفيد 19 لانه مؤثر على كل محور من محاور العالم. طنوس كخبير تكنولوجي تحدثت عن الاكستندد رياليتي يعني باختصار ما هي الاكستندد رياليتي؟ صحيح الاكس ار هو المصطلح تبعول الاكستندد رياليتي لان احنا بعدنا كمان واصلين لشيء اسمه ام ار. هلا ما حفوت بتفاصيل الام ار ولكن خلينا بالاكس ار. الاكس ار هو الواقع المعزز نحن كنا عم نحكي على طول الواقع الافتراضي بالفيرتشوال رياليتي الفي ار ولكن المعزز بموضوع انه هل كيف بدنا نمدد ونجمع الفيرتشوال رياليتي الافتراضي لنقدر نعمله معزز وجودي بمكان اخر او باوبريشن اخر حتى نقدر نستفيد من وجودي بمكان اخر شوف لاي درجه معقده ولكن نفس الوقت كمان يعني هين كتير نفهمها. So هالتكنولوجيز هيدي هلا مطلوبة لأنه مسار شوفي وين رجعنا نيلا مسار ال يعني الماركت أو السوق عم بيحدد إنه نحنا عايزين هالتكنولوجيز حتى يصير لنا تعزيز بالإنتاجية الأكبر اللي نحنا غطيناها قبل شوي. So إن شاء الله نكون معنا حلقة معك حتى نحكي عن الواقع المختلط خيالي نحنا بعدنا عم نحكي إنه افتراضي ومعزز ولكن كيف بدنا نحكي مختلط المختلط شغلي رح تغير العالم كله سوا ونحن واصلين له ليلى وهون بركي نعمل الحلقه من كستر الدنيا معك يعني بعرف انه نحكي عن الواقع المضاف والواقع المعزز والواقع الميكست رياليتي اللي نحن بنستعملها في الالعاب الالكترونيه ولكن لم نستخدمها بعد فعلا في امور الانتاجيه كما تقول في مسار التقنيات والتكنولوجيا في عام 2020 التي فعلا تحمل ايضا عبء الكوفيد 19 وفيروس كورونا المستجد وكيفية العمل على متابعة الإنتاجية والتقنيات في زمن الجائحة. شكرا لك أنطوان طنوس وإن شاء الله نكون لنا لقاءات مقبلة في ديجيتال. تحياتي إلى اللقاء.